والله أجواء جميلة جدا يعني، ودولة قطر دي أجمل دولة يعني شفناها الصراحة، وإخواتنا كل عام وهم بخير يا رب، والأمة الإسلامية كلها بخير. والله أجواء جميلة جدا بصراحة، يعني بلد جميلة وأهلها ناس طيبين وناس محترمين جدا والله بصراحة. الأجواء كلها حلوة، ومن بعد العيد صار من البارح لليوم يعني أجواء فعلا فعلا ما شاء الله عليها. الأجواء ديال العيد في قطر مختلفة تماما على بالنسبة، أنا من المغرب، مختلفة تماما على المغرب، لا بالنسبة للأسعار ولا بالنسبة للأجواء. مثلا واحد عايش مع عائلته، ماشيش هو اللي عايش في الغربة، إلا ما كانوش عنده صحابه مجموع معاهم وكيعيدوا جميعا، يعني بحال عندهم بحال نهار العيد بحال الأيام العادية. وكاين الناس كيخدموا في العيد، يعني بما أن العيد هنا يوم عادي جدا فكتخدم فيه بحال جلستي بحال خدمتي، أما إلا كنتي عايش مع أصحابك ملتحمين مع بعضياتكم بحال الإخوة فكتحس بداك الجو ديال العيد. والحمد لله، والحمد لله رب العالمين، إحنا جينا هنا للسوق دابا باش نشريو الخروف. ما هو شي أسعار غالية غالية أخويا، لأن من 1400 1600 غالي وما تلقى في شي. بالنسبة للأسعار، أسعار غالية على 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 على, على البلاد ديالنا، وحتى الشكل ديال الخروف مختلف، كتلقى عنده شي يعني الجينات ديالو مختلفة، كتلقى الشكل ديالو مختلف تماما. أنا من تونس وأول عيد هذا لي في قطر، أجواء ممتازة لكن تونس تبقى تونس، جوها وحده ولمة العيد واحدة ورحبة واحدة. صحيح أجواء ما كاين اختلاف كثير، بس جو تونس يا خويا وحده وتحية تونس. والله الحمد لله في قطر يعني أجواء العيد ممتازة جدا، يعني كانت أجواء جيدة بعد ما صلينا صلاة العيد في المسجد مع الجالية الجزائرية وجميع الجاليات العربية هون، بعدين ذبحنا الأضاحي تبعنا وزرنا أصدقائنا يعني هون في قطر، والحمد لله يعني أجواء أخوية ممتازة يعني مثل بلدنا في الجزائر. أول يوم عيد إحنا طبعا الطبيعي بنصلي ونطلع نصلي صلاة العيد، وبعد كده بصراحة يعني بنروح السكن، وبالليل إن شاء الله بنخرج يعني سوق واقف، نطلع كورنيش، نقابل أصحابنا كده. أول يوم عيد طبعا بنصلي، وبعد كده بنيجي هنا نتفسح على الكورنيش وسوق واقف، ونروح بلاجيو ونلف، يعني هنا الأجواء جميلة جدا. بعد صلاة العيد نزور الأقارب اللي عنده أضحية سواها، وعم نطلع بهالأسواق وفرحة نطالع العيال، وفرحة ما شاء الله لا توصف. عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية جمعاء، وعيد مبروك على العائلة كله وعلى الأصحاب وعلى اللي يعرفوني، وعيد مبارك علينا وعلى المشاهدين أجمعين إن شاء الله.